الوسط المغربي المتواضع المتوسط. قصة كيقصها علينا ولد صغير. ولماذا ولد صغير؟ لأنه يعني هو الشخص الواحد اللي كيمكن له يعطينا نظرة على الحياة النسوية، لأن يعني الرجال ما كانوش كيكونوا في الديور كما الآن كما العادة. عندنا العوائد ديال القديمة، هو الرجل كيجي في وقت الأكل وفي وقت النوم وغير هاد الأوقات، كيجتمع مع أصدقائه في الخارج، أما في الجامعة أما في القهوة أما في المعمل. والحياة النسوية ما كناش كنعرفوا كيفاش كانت كتدور. كتعرف أن النساء هما اللي كيحتفظوا على العوائد وعلى التقاليد في جميع الأمم. ولما أنا كنت بغيت لابد أن الأجانب وكذلك المغاربة، كاين بعض المغاربة اللي في مدن غير فاس اللي ما كيعرفوش كيفاش كانت الحياة في فاس هذه تقريبا 40 سنة. ولهذا بواسطة هاد الدرية الولد كان دخلوا في داخل الحياة، حياة عادية، وكذلك كنا نشوفوا الفكرة ديال النساء ديالنا كيف كانوا تقليديين، كيف كانوا كيعيشوا، كيف كانت التربية ديالهم. أما القضية ديال الأوتوبيوغرافي، الخلق نفسه هو واحد حاجة صعيبة، فهمتيني؟ وما يمكنش الإنسان، علاش الناس كلها ما كتبتش الأوتوبيوغرافي، فهمتيني؟ لأن ما عندهمش الإمكانيات باش يخلقوا حاجة جديدة. ولهذا الأوتوبيوغرافي إنما هو نقطة انطلاق. أما ما حول الشخصية ديال الإنسان ما عندها حتى شي معنى. أن أحمد الصفريوي يتكلم على أحمد الصفريوي، ما أحمد الصفريوي ما هواش واحد العنصر مهم في المجتمع، ولكن بواسطة الأوتوبيوغرافي، بواسطة ذاك الولد الصغير اللي في صندوق العجائب، كيمكننا بأعين ذاك الولد نشوفوا ما حولنا، وبالخصوص في داخل الأسرة المغربية كاين أمور اللي ما يمكنش تطلع عليها على الأجانب ولا حتى الرجال نفسهم، لأن كانوا كيعيشوا في العوانيت وفي الأسواق. فهمتيني؟ من غير ذاك الدري هو اللي يمكن له يعطينا واحد النظرة.